يا مايا شو عم تحكي؟ انت وين والأيوبي وين؟ هالجامعة صعبة عليك مش إليك. بهالكلمات كانوا رفقاتها لمايا عم بيهدولها من عزيمتها قبل ما تقدم للتخصص بالطب بالجامعة الأمريكية ببيروت. مايا روماني بنت دير الزهراني بالجنوب قضاء النبطية. لولا تضحية الوالد أكيد ما وصلت للي أنا فيه اليوم لسببين. أول شيء لأنه تعلمت منه كيف الواحد يكافح ويوصل، خاصة إذا شايف الهدف قدامه. ورقم اثنين لأني كمان عرفت أنه وقت الواحد يضحي قدام الناس اللي بيعنوله بالحياة كمان بيقدر يوصل. من عمر 9 سنين تأثرت مايا بأجواء التمريض والبيت اللي كان مفتوح لكل الناس 24/24. من بداية دخولها على المدرسة مايا الأولى بالصف، وكانت من بين الخمس طلاب الأوائل بلبنان بفرع الرياضيات بامتحانات الشهادة الرسمية. ولما إجا وقت دخول الجامعة عقلها توجه على الهندسة المعمارية، ولكن قلبها حن على الطب. العائلة هن كل شيء بالحياة، سهن السند ومستمد منها القوة، وخصوصي عائلتي لأنه مرقنا بفترات كتير صعبة، خصوصي بعد ما خسرنا خيي. فبحس أنه لو ما كنا كتير حد بعض، حبنا لبعض هو اللي عطانا القوة حتى نكمل أو نوصل محل ما نحنا. وبعد أخذ ورد ودراسة أوضاع العيلة كان القرار الأصعب والأجرأ لمايا لمتابعة دراسة الطب بجامعة دمشق بعد حصولها على منحة. وهيك بلشت مسيرتها الأكاديمية وحققت النجاح والتفوق بالجامعة لمدة 5 سنين. ولما حان وقت التخصص ولأن ربيت على تحدي المستحيل قررت تحقيق حلم ما كان يفرقها خلال دراستها للطب، وهو التخصص بالجامعة الأمريكية ببيروت. طموحها وثقتها بحالها خلوها تتخطى كل عبارات الإحباط يلي تلقتن من زملائها بعدم قدرتها على التخصص بالأيوبي. ولكن مايا كانت مجهزة حالها أكاديمياً ومعنوياً ومتأكدة من كل خطوة عم تعملها. النتيجة فاجأت الكل إلا مايا يلي كانت من ضمن 50 طالب من أصل 350 تم قبولن. وهيك طموحها حقق لحلمها. اختارت مايا طب العائلة وتوجهت بعدها للولايات المتحدة الأمريكية للتخصص بكيفية مساعدة الأشخاص المدمنين على التدخين. تخصصت بصحة وعافية الشركات وساهمت بتأسيس Health and Wellness Center بالجامعة الأمريكية، وحصلت على البورد العالمي بطب نمط الحياة وماجستير بإدارة الأعمال التنفيذية. حققت عدة إنجازات كانوا دليل على التزامها بالتطور مش بس كطبيبة ولكن كمديرة ومسؤولة بالمجال الصحي والأكاديمي. مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت صار بيتها الثاني وعملها جزء من حياتها. خدمة المرضى أولوية ومساعدة الناس واجب، هن مبادئ ما بتزيح عنا وممنوع الغلط فيها. هيك ربيت وهيك رح تبقى. قالوا لك عم تحلمي تفوتي على الجامعة الأمريكية، رفقاتك بالمدرسة كانوا؟ صح. هلا أنا كنت مثل ما قالوا بالتقرير إنه كنت الأولى من الكي جي 1 يمكن لحد ما خلصت جريد 12، ونهاية المدرسة كمان تكللت إني جبت من أول 5 أوائل بلبنان. فكانت الأيوبي بمعنى حلم لأنه العائق الأساسي كان عائق مادي صراحة. مادي صح، مثل كتار من اللبنانيين بحبوا يفوتوا على هيدا الجامعة وبتوقف المادة هي بالطريق. صح، فكانت مثل إنه الأيوبي out of question، يعني مش للنقاش مش للسؤال، ولكن بقيت ببالي إنه هذا شايفته. مهما عملت مهما رحت بدي أرجع على هيدا الجامعة اللي أنا حبيت أتخصص فيها.